السلام عليكم من وسط ستوكهولم، سيرجيل توري. وهلا بدنا نتجه الى دروتنينغس غاتان. خلينا نفرجيكم شوي هالمناظر من هون وبعدين نحكي ونسولف شوي. يا ريت اذا بكون معنا ضيف بكون كمان احسن عشان يصير في تفاعل. هلا احنا في وسط العاصمه ستوكهولم. كردي؟ لا، عربي سوري. اهلا وسهلا فيك حبيبي، كيف؟ اهلا فيك يا اخي، طمني عنا شو اخبارك. والله الحمد لله. احنا شباب قلنا لهم دونالد ترامب من اي بلد اصله؟ انا ساكن بالسويد، عايش بالسويد. حياك الله. حياك الله. انت وين عايش؟ أمورك؟ تمام الحمد لله. اي مدينة؟ السويد. انا بمدينة اسمها فالشوبينغ، قريبة على يوتوبوري، ترول هتان. ايوه انت قريب على هالمستاد. هالمستاد لا، بعيد عني شوي من هناك تقريبا. انت وين عايش؟ بوروس. تقول لا قريب على بوروس. قريب على بوروس. برافو برافو، 45 دقيقه. ايه ما بعيده. حلو. انت شو اخبارك؟ طمني عنك. صورتك مو طالعه عندي على فكره. والله الحمد لله كل شيء تمام بخير. الحمد لله يا رب. صورتك مو طالعه عندي. ليش؟ الصوت مو طالع؟ لا الصورة. الصورة. طب الصورة مو طالعة. الصورة هاي نفرجيكم العفش، بدك تشوفني؟ ما له مبين شيء، ما شاشة سوداء عندي. عندي شاشة سوداء. اوف. معقول؟ المتابعين احكوا لنا الشاشة كيف؟ احنا قاعدين في محل مفروشات عالمي. ما بعرف إذا المتابعين يحكوا لنا شايفين ولا مو شايفين، اكتبوا لنا بالتعليقات. ممكن في العنوان هلا ليه مو مبين شيء؟ الصورة واضحة معناتها. خليني افصل وبرجع بطلع معك مرة ثانية. شو رأيك اخي؟ احنا في محل مفروشات شيء يخوف. اوكي اوكي تمام، مو مشكلة. حياك الله، اهلا وسهلا فيك. يلا حاطلع معك مرة ثانية، ما في مشكلة، بتكون صارت الصورة واضحة. ما مشكلة. تكرم يا روح حبيبي. يلا معك. حياك الله. والله عرف حبيبي حبيبي. الله معك. الله يسعدك يا رب. يسعدك. نعم، العنوان دروتنينغس غاتان إخواني، مفروشات إشي يعني فخامة فخامة على الأخير. صلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم. يعني عن جد إشي بس غالي، يعني أسعار خيالية. هاي الطاولة حقها 10,000. إلا أنا بخربط أنا بالأرقام، طلع 100,000 بعدين. لا هي 10,000، كان سعرها 12,000. عندهم كنبيات وشغلات، لوازم الكنبيات وتريات والمناظر، إشي يعني عن جد. يعني هون بتقعد بتبطل تقوم. احنا بدروتنينغس غاتان اخوان الكرام، بشارع الملكة وسط العاصمة. بدنا عروس. عروس ولا عريس ولا عرايس؟ خلنا ناخذكم على الحديقة هسا. هلا احنا طلعنا من المحل، وهذا شارع الملكة في ستوكهولم، شارع التسوق يعني، تحت كله تسوق، بس احنا رايحين على الحديقة فوق. طالعين على الحديقة شوي نتفرج على الميات. انت بستوكهولم اخي مو؟ انت بستوكهولم ها؟ ستوكهولم شارع الملكة دروتنينغس. شارع الملكة. لا والله انا شفت البلدة القديمة. المحل كثير حلو ومرتب على فكرة، عنده اغراض كثير، يعني بتقعد على الفرشة ما بتقدر تقوم منها. ايوه وهذا هو. تحط راسك وبتنام بتلاقي قدامك المدام. بتلاقي قدامك المدام والعروس. قال بده عروس قال والعريس. قوم نام، بقول لك قوم نام. على قوم نام. عندي الشاشة سوداء مو مبين شيء. عندك مشكلة لعاد؟ ايه ممكن عندي مشكلة بالتليفون. اه قديش صار لك عايش هنيك اخي؟ والله بستوكهولم تقريبا 15. اللهم صل على سيدنا محمد. بالسويد 16، يعني سنة وشهرين برات ستوكهولم. لا حول ولا قوة. وهالكرة بتعرف كالعادة، انت بتعرف كلنا اجينا. ايه شو بتشتغل؟ شو شغلك؟ بس تصوير؟ والله لا والله بشتغل في شركات النظافة، في البوليش وتلميع ارضيات وشغلات زي هيك. حلو حلو حلو، الله يعطيك العافية. يعني نظافة خاصة. نظافة شركات، نظافة مدارس. بتعرف كيف لما يجي الواحد يسلم بيت تمام ويطلبوا منه أو لكن تعمل له استيدا، تعمل له استيدا مشان البسكنينج.
ايوه، في شركات تطلب بوليش، تلميع ارضيات، يعني مش بس انه بس نظافه لكن عاديه، تنظيف القزاز، تنظيف الارضيات، تنظيف السجاد، الماتت فيت. ما شاء الله شغلك نظيف نظيف نظيف، حتى ما بتشتغل الا بالاستيدا وكذا، وعم تفرجينا كمان فرشات وكنبايات كثير حلوه كمان. وعشان نفتح نفسكم على الحياه، لانه للاسف اكثر الفيديوهات يعني اكثر الموجود على الساحه للاسف عبارة عن شكوى وتذمر واكتئاب. مش ناقصنا اكتئاب، بدنا شوي، ها برافو، وناقصنا اكتئاب، خليك عيش مش لحظتك ناقصنا، معناتها. كفي الواحد اللي عايش بسوريا، ما هو طلع من حرب، يعني بده يرجع، بده ينتقل، بده يعيش، او رجع من العراق، بده يظله عايش بنفس المصيبة، مش يعني مش راح يقدر يحل المشكلة. هو يا دوب يحل مشكلته، يعني طبعا اوكي الواحد طبعا يحكي يا انه دوب وصل يحل بده، مشكلته وطالع لهون كمان يكتئب، لا عيش لحظتك هاي معناتها. عيش وساعد غيرك، انقذ، يعني قد اللي بتقدر تنقذ حدا من اهلك من ايه اخوانك. قدم اللي بتقدر تقدمه لاخوك المسلم ايوه، اي وبعدين شيء. كل واحد يختلف حسب حالته، يعني المهندس غير عن الطبيب، غير عن المحامي، غير عن الطيار، غير عن الوزير. انا صح نفسي صح نفسي مره صار لي عايش في الغرب ممكن 20 30 سنه، طبعا غير السويد عشت في اكثر من دوله. نفسي مره اشوف سفير هيك عربي طلع لنا قال عن مشكله بتصير في الدول الاجنبيه، يعني هلا عندنا حرق القران ما شفناه، ما احنا حدا رحنا طلع صرحنا عند صح. باب السفاره العراقيه، بس ما شفنا سفير مسك تلفه هيك الميكروفون. لا لا، ما يعني في مسؤول او سفير او اي هذا انه يطلع يحكي باسمه، انه ما بيصير نحل هالمشكله، لازم نكون ايد واحده، ما في حدا سوا. ما هي لا بتروح على النرويج نفس القصه، بتروح على جماعه المانيا نفس القصه، بتروح على بريطانيا، شو بسوي السفره في الدول الاجنبيه؟ مش عارف لا بيحطوا، اراده، لا اراده ولا جراءه، ما عارف يا اخي، خايفين على مناصبهم، يعني وكانه خايفين كله على خايف. مناصبهم، خايفين على حياتهم. مظبوط، ما هاي المشكله، يعني نفسي عن جد مره رحنا عشنا برومانيا، حتى تقابل السفير بتقدرش، تدخل على سفاره بلدك ما بتقدر. يعني انا رحت على رومانيا وبدي اقابل، بدي اروح ادخل السفاره، حاطين لي اثنين رومان على الباب، لو لما بحكي روماني وبمشي حالي قلنا له يعني ندخل، قال لا الا بموعد. قلنا كويس ناخذ موعد، قال ادخل سجل اونلاين ومونلاين، ومنش بنفس اليوم بيطلع لك، يعني اذا انت مستعجل، واحد ختيار عمره 60 سنه 70 سنه بيعرفش ياخذ موعد، وبيعرفش ما يقرا اللغه. بيقبضوا هنيك، ما بيقبضوا من تحت لتحت، ما بيقبضوا رشوات هنيك. الو، اخي رائد سمعني؟ شكله انقطع الاتصال اخواتي، بنشوفكم على خير، وشكرا جزيلا لاستماعكم لنا على الموضوع. الله ينصركم، الله ينصركم على الاعداء، ادعموا عمي رائد. تشهير، حبيبي تكبيس حبيبي، عايز تكبيس كم تشهير، اتصال تكبيس لعمي رائد. آه تمام، عمي رائد حبيبي حبيبي وصل وصل، هلا طلع حبيبي. صوتك هاي منيح. الحديقة صغيرة بس حلوة كتير، يعني جاي على ما مرتفع، مبين عندي شيء، انا الطريقة الشاشه حلوة. سوداء لاجل الحظ، الشاشه سوداء عندي ما عم شوف شيء. أوه هل انا لا، مبين عندك راحت عليك شيء؟ النافورة، هلا راح يروح عليك منظر. طب خلص إذا بدك سكر وتفرج أحسن لك، اخي هذا هيك رائد، النافورة هاي اخي بتروح. رائد، انا صورتي طالعه عندك؟ لا مش دون صورة، من دون هاي صوره. جانا واحد تمام، تاني. المشكله من عندي، معناتها رح سكر وبشوف المناظر الخلابه. خلاص خلاص اتفرج، هون الطلاب، هون الجامعات، هون الحركات والاكشن والبرودكشن، طيب فيك هون تسعى هاي لنا الطلاب بشي جالسين بيت؟ عند فيك تسعى لنا بشي بيت في بيوت هنيك ولا؟ منورة رائد السلام والله يا عليكم. اخي. شوف سلام ورحمة موضوع الله. البيوت بيجي فجأة في ستوكهولم، يعني مرات بتلاقيه اعلان بالجامع، مرات بتلاقيه اعلان جنب سوبر ماركت، مرات بتلاقيه بالفيسبوك. تعال على وانا اسبانيا عادة طول. والله بنشر الشغلات والله بالفيسبوك. اسبانيا، انت شغلتكم شغلة اسبانيا يا اخي، الشمس ما بتروح من عندكم، نيالكم. تعال تعال اهلا وسهلا، اهلا، هلا صرت مستمع الصوت كثير عشان في مي، خلينا نفرجيكم الميات هذول، بدنا نقعد هون ها عند الميات، بدنا نشوف اخونا الجديد اللي دخل معنا. كيف حالك؟ كيف حالك يا رائد؟
يا معلش رائد، اخواني، لازم جانا نفسي اتصال. قطع عندك. السلام عليكم. يا الله فرجيكم الميات. يلا فرجينا يا خرايب. تفضل اخي الكريم اذا حاب تحكي، بس انا عشان صوت المي. الله يخليك، كيف حالك؟ كيف امورك؟ يلا. سامعك كيف حالك يا اخ رايد؟ حبيبي. حبيبي الصوت تبعك واطي، بس يمكن عشان الميات هون الوضع خطير. مال الوضع؟ انا اساسا بحط لكم المي بس معك. معلش احكي، هون المنظر رهيب، بحب اجي كل مرة هون. آه حلو كتير كيف شو رأيك؟ والله، حلو كتير. تعال عصبان يا خوش، تعال يا اخ رايد، اهلا وسهلا. هلا شوي ببلش اسمعك احسن، لان نزلت في صوت المي. احنا حبينا نفرجيكم الشلال. شلال يعني مش شلال، هو يعني هيك اشي بسيط. وين بتتابعنا؟ من اسبانيا؟ اهلا اهلا وسهلا. من غرناطة؟ اي لا، برشلونة. برشلونة برشلونة. بقولوا برشلونة من اجمل مدن اوروبا، شو رايك؟ ان شاء الله بتيجي نفرجيك برشلونة. والله في لي قرابه راح، وكان عندنا صديق ايام زمان، ما بعرفش ونسيت شو اسمه، مراد ولا مش عايش هناك من زمان قديم، من عندنا من الاردن، نسيت والله شو اسمه هذا الشاب من في كثير من زمان. الاردن، هال في كثير. حلو حلو، يعني في تواصل الجاليه، في الوضع تمام، اه في كل كثير واحد من عايش الاردن لحاله. عايشين وبيشتغلوا كويسين والحمد لله. وكيف الحراره عندكم، درجات الحراره هاي الايام؟ والله حلو كثير الجو. اه احنا اليوم بس صيفت اليوم. هاي الاولاد الناس طالعين، الاجواء يعني اليوم حلوه. شو بيشتغلوا الجاليه العربيه بالاغلب عندكم باسبانيا؟ يعني زي عندنا بالسويد مطاعم ومطاعم وسواقين، وشو الاغلب؟ يعني هل بتنصح اخواننا العرب بدل ما يجوا على السويد يروحوا على اسبانيا؟ الاقامات صعبة سهلة؟ فكرك مشغول. والله الصوت عندك بخشخش كثير اخوي، خلينا نتأمل الطبيعة شوي. اللي معنا المتابعين يا ريت تكتبونا بالتعليقات اي سؤال عندكم، من وين بتتابعوا، من اي مدينة، شو رايكم بهاللايفات هاي؟ كل مرة بنروح عنا على محل بنسأل بنسوي، هشوف الطلاب كيف بدرسوا، بدرسوا وبيلعبوا بنفس الوقت زي عنا. احنا كانوا يدرسونا ويضربونا، قصدي ويلعبونا، شو بيلعبوا شو هاي نشوفه. الله انت دكتور، انت دكتور مين المعنى؟ شربنا عليهم مين؟ بيلعبوا بيحفظوا انشوده يمكن، قاعدين بدرسوا. من طلب العلم من ايش؟ من طلب العلا سهر الليالي، اكل البطاطا والكوسه والمحشي والدوالي. شايفين الطلاب؟ الخليل فلسطين يعطيكم العافيه، اهلا وسهلا فلسطين. شو رايكم بهالحديقه الصغيره الناعمه هاي؟ هاي قريبه من وسط العاصمه. في حديقه ثانيه اسمها شو اسمها؟ هوتوريت، حديقة هوتوريت، منطقة هوتوريت، مش هوملي جوردن، لا اسمها لها اسم تاني، قريبة من هون كمان، هذيك كبيرة، في من وسط ستوكهولم لا يقل عن 4 5 حدائق في الوسط، في الكونغ ستريت جوردن،
في حديقة بعد الكون ستريت جوردن، في حدائق صغيرة وفي حدائق كبيرة. هاي كويس لان الجلول، تجيب جلول وتلعب. يا الله يا كريم. كله هذا قريب من وسط العاصمة، يعني اللي بيجي على وسط العاصمة قريب عليك. انتوا شفتوا كنا عند المطاعم تحت، كنا عند المفروشات، هلا بنرجع على السريع. طبعا لسه في جوا لجوا في شغلات كثيره، في اودن بلان ورودمانز جاتان ومناطق، بس بدها وقت. يعني احنا كل مره بنيجي شوي، هاد الشمسات الجو حلو. فاحنا عندنا خبره، يعني اللي بيسال عندنا خبره في مدينه ستوكهولم، خبره كبيره في جولات المشي بالذات. اللي بحب يعني جولات المشي يتعرف على حدائق، على المطاعم، على الاماكن المهمه، الاماكن السياحيه، مساجد، متاحف. كنت والله اليوم بدي اخذكم على متحف اليوم، بس شفت الجو حلو قلت لا والله اليوم الجو حلو بزبطش، بس تشتي. طبعا انا زرت معظم المتاحف في مدينه ستوكهولم، ونشرت الفيديوهات على قناه اليوتيوب، قناه اليوتيوب عرب سويد، الرابط بالبايو. ادخل على البايو بتلاقي الويب سايت، بتلاقي قصه سفري الى السويد، بتلاقي الانستغرام، بتلاقي كله. دور على سلوان، لا بدي ادور عليه ولا بدي اشوفه ولا بدي يشوفني، مش ناقصني. جينا شوي هيك على الحديقة، وهلا نرجع على شارع الملكة. والله الأجواء حلوة، ونروح مش عارف، ممكن نروح من قملة سطان البلدة القديمة. بس نشوف إذا في معنا حدا حاب يعني نحكي بموضوع، نكمل موضوع معين، نحكي عن السياحة في السويد. هم ما خلوا الناس شيء، ما خلوا الناس شيء بالسويد، مش عارفين، مش عارف الواحد يعمل أي فكرة للجالية العربية. يعني لسه برومانيا وشرق أوروبا قادر تعمل أفكار أكثر من السويد. إذا بتيجي تقول للعربي تعال سياحة على السويد بيقول لك غالية، وتقول لك بعدين باخذ الأولاد، وبعدين بصر إيش. ف يعني السوق السياحي تبع السويد زي تقريبا قاعد زي تركيا، قاعد كل ماله للدول العربية للأسوأ. يعني تركيا قاعد السوق السياحي قاعد كل ماله بصير سيء بسبب المعاملة، وبالسويد السوق السياحي كمان للدول العربية بسبب موضوع القرآن والسوسيال. ما في، نادرا ما تشوف سواح عرب في السويد. يعني العرب اللي بتشوفهم هدول مقيمين في السويد أو مقيمين في أوروبا. هلا احنا رجعنا لشارع الملكي دروتنينغس غاتان، شارع الملكي. هلا كل ما ننزل لتحت بيزيد عدد الناس، احنا في نهايته. حدا حاب يكون معنا باللايف جيست؟ والله اليوم مع الشمس ومع الأجواء الحلوة الواحد حاب بس يتأمل، مش حاب يحكي كتير. يعني ليش؟ عشان هيك حاب يكون معنا جيست، حاب أسمع، يعني حاب أسأل، أسمع تساؤلاتكم. أنت شو عندك تساؤل؟ اكتب لنا إياه بالتعليق. عندك سؤال معين، عندك مشكلة معينة، مشكلة نفسية، مشكلة اجتماعية، مشكلة المماطلة، من أكثر المشاكل اللي بتعاني منها البشرية المماطلة، التسويف، هاي الكارثة اللي مخليتنا نفشل أو
نتأخر بالزواج، نتأخر بالعلاج، نتأخر بالدخان، نتأخر بالسفر، نتأخر بالطيارة، نتأخر بالنوم. أكبر مشكلة بشعب يعاني منها، من أكبر المشكلات الإنسان المماطلة. بكرة بتزوج، بكرة بتروح لك 10 سنين، بكرة منخلف خليها لبعدين، بكرة بدرس ابني، ابنك بكبر، بكرة بقعد مع أولادي، أولادك بصيروا كبار وشباب، كله بعد كله بملف بكرة. بكرة بطلع بتمشى، بكرة بتخلص السنة وانت لساتك قاعد بمكانك. فهي ملف بكرة حاولوا خلوه اليوم، اليوم. حتى يا أخوان الكرام والله بطل في مصداقية لما تحكي لأولادك كلمة إن شاء الله. للأسف يعني مرات بس تخاطب بالذات الجيل هذا الجديد هنا في السويد وتقول له كلمة إن شاء الله بصير يقول لك يعني إن شاء الله يعني ما رح نعمل. فدير بالكم يعني إحنا هيك حتى منخرب المفاهيم الدينية. كلمة إن شاء الله لازم تكون صادقة وليست مجرد إنه نحطها نستخدمها كأسلوب لأنه ما نعمل الإشي. وين المطعم هذا اللي أكلنا فيه هذيك المرة؟ والله هذيك المرة جينا أكلنا هون، هذا المطعم طيب لفرجيكم إياه، هذا مطعم هندي طيب. كيف شايف الوضع بعد أوكرانيا؟ والله غلاء. وين هذا؟ غلاء، تضخم إلى آخره، معروفة يعني فيش بس بالسويد وكل الدول. هنفرجيكم هذا المطعم الهندي، هذا كويس نتفرج بس نفرجيكم الأسعار. أوه حاطين معنا today chicken grill أوكي. هذا مطعم طيب بيعمل شغلات زاكية، مطعم هندي هون وسط العاصمة، انديان ستريت، انديان ستريت تروتنينز كاتن، انديان ستريت طيب. انا جربته هذا المطعم طيب كثير، طبعا في اسكى منه في اطيب، بس هون عشان تمشي حالك في عندك الفرانو ايطالي، الشباب اللي بيشتغلوا فيه مغاربة، في بيتزا، في كربونارا. هلا بفرجيكم اياه جنب السمك الفرانو، بس قعدته خرافية الفرانو حلو. وفي كوكو ديرتي للحلويات. حاطين العلم يعني حرام. طبعا يا اخوان الكرام الاخبار بتقول انه النسب ازدياد نسب الزهري منتشرة لدى المثليين في السويد، يعني أمراض الزهري قاعدة بتنتشر أكثر من مش عارف 500 حالة. هاي الفرانو إذا كنتوا يجوا عليه، هاي مطعم الفرانو بس جوا قاعدة بس في ناس كتير. هذا جنب السمك، جنب محل ما كنا عند السمك، أنا كنا عند السمك وعند المساج، وهناك كوكو ديرتي ولا ديرتي كوكو. هذا المطعم راقي جدا كمان، بس الواحد صعب يدخل يصور جوا لأنه في ناس كثير. هذا المطعم راقي جدا. والله مطاعم الهندية طيبة كثير. وشو رأيك بعد السفر من الخليج إلى أوروبا؟ ندمان مش ندمان، زهقان؟ ستوكهولم، شارع الملكة ستوكهولم. فرنسا يعني شو رأيك بعد ما تركت الخليج؟ بدك ترجع بعد الجنسية راجع ولا مو راجع؟ شو فرق الحياة بين الخليج وأوروبا؟ شاعر إنه ما راح أكمل في أوروبا ولا راح أضل؟ واحد اثنين. إذا حاب يكون معنا على اللايف كون معنا عشان ما نعلي صوتنا، نحكي بهدوء. أطراف باريس، هنشوف التعليقات. أنا في فرنسا، هذا شارع دروتنينغس غاتان ستوكهولم.
مدير مطعم حاطين العلم يعني حرام. اسم المحل انديان ستريت، شارع دروتنينجز جاتن، مكتوب في بداية البث كتبت اسم الشارع. نكتب لكم اياه كمان مرة. طلعوا على اللوحة على الشاشة، طلعوا على الشاشة، بلشنا نكتب. هلا نكتب لكم اياه البث يا اخوان الكرام عشان تاخذوا كل شيء، بكون موجود على اليوتيوب القصة كلياتها، الفيديو كامل من اوله لاخره. يعني عادة انا بحاول اعرف في الاماكن، فادخلوا على اليوتيوب من خلال دروتنينج جاتن. هاي اسم الشارع مكتوب عندكم، ستوكهولم، هاي بالنص. هلا هلا هلا، اجى العقيد، اجى السفير، اجى مدير الشركات العالمية للرحلات. هلا 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 والله، هلا بالسويد، هلا بالسويد واهلها. صار لك يومين مختفي، مخصوم من راتبك 3 ليرات. والله عندي شغل، والله عندي مضغوط، كنت مضغوط مضبوط، والله عندي حجز على طرابزون، عندي حجزات. ما طلع، انا احنا بنركز على السعوديين اكثر شيء، السعوديين ما شاء الله شغالين، رايحين جايين ما شاء الله ما شاء الله. هم كمان برضه يعني تنساش السعوديه اكثر من 35 مليون، يعني الا يكون في حدا منهم قال. لا السعوديه طلع السوق السعودي اقوى، السوق الاردني ضعيف ترى، عشان تكون بالصوره. الاردنيين فيش معهم يا زلمه، اعرض عليه قول له 300 ليره عمان اسطنبول، طلع مع غدا ومع عشاء ومع هاي، بقول لك والله ما معنا. يمكن قصه لنا اياها كمان، بده معمره، بده غدا، والله بيعملوها مره. والله خليني نسألك، هاي 52 واحد شباب اللي معانا على البث، اللي معانا على البث اردنيه، أيوة. شو بدكم، شو نعملكم عرض على اسطنبول، شو رايكم؟ 300 ليره، اعطونا اقتراحاتكم، وقول لهم كمان نعطيكم علب عسل وانتم راجعين بالطياره. علب عسل، علب عسل خالصه مدتها. ونوزع ايفونات بس نخلص. اللي اكثر واحد شو اسمه بسجل، اول واحد بسجل ياخذ ايفون. والله فيش حركه يا زلمه، مال الناس بطلت تطلع بالشوارع السويد، شو القصه؟ معبي يا رجال، وين فيش حركه؟ هسه بلشنا ندخل اليوم الجمعه. لو تيجي تطلع، لو تيجي على شارع الاستقلال باسطنبول، بتحطش رجلك يا زلمه، بتعيش تحط رجلك. والله هناك بصير تحط بتطلع يا زلمه فاضي، قاعد بقول لك فاضي، فطلع، هي قاعده رافع رجل على رجل، طلع عليهم. والله ما في حدا، شفت اللي رافع، فيش حدا، فاضيه، تعبانين راجعين من الشغل، راجعين من الشغل بفكروا بالطبخه، بدهم يطبخوا مقلوبه. والله انك كبير، والله جبت على الوجع، بفكروا بالطبخه على الوجع جبتها. والله على الوجع جبتها عن جد. هاي زاره جاي، شوف بدك تدور على النسوان بتلاقيهم بزاره، لو ما في اشي لازم يروح على زاره. يعني هون زارة علم يا زلمه، علم بالملابس يا زلمه، شو مالك زارة يا زلمه؟ لا هاي زارة يا زلمه، بتعرف الشعوب العربيه الاجانب، الاجانب بيفكروش بزارة ترى، العرب اللي بيدوروا على زارة بس. والله لا معبى، والله الاجانب طلع بيركزوا على الباله، والله عشان تكون بالصوره، والله بيشتروا من البلات، والله بيشتروا هون من كل شيء، كل واحد حسب وضعه. والله في بس ناس لا، اللي أونلاين. اغلبيه العرب بيحبوا العرض، بقول لك زارة يعني، بقول لك اسماء، هي غلط بكيف على العرض، في هيك وهي هيك كله، تعرف ما المشكله. هسه احنا في عصر حب الظهور، هي طلع معلم معانا بنت سوريه، بنت من سوريا طبخه اوزي، طب اعزمينا. والله اعزمينا على الاوزي، ذبحتك بالريحه، ريحه الاكل، والله ذبحتنا يا زلمه. صرت تتخيل حالك بشارع السعاده مع صحن سلطه، يا ريت، اوه صحن سلطه يا زلمه، من ايد سوريا، من ايد النشميات السوريات. والله بدك، والله هناك. طب شو بتاكل؟ شو بتروح مطاعم سوريه؟ شو القصص هاي اللي نسمعها كل شوي؟ معتدين قبل يومين بتفرج على فيديو، معتدين على محلات سوريين، ما اعرفش باسطنبول ولا طلع السوريين، لا السوريين باسطنبول، باسطنبول الحكي هذا مش عندنا،
باسطنبول. باسطنبول هسه في حرب على السوريين من الاخر. لا اله الا الله. في ثورة على السوريين، قاعدين بيطلعوا فيهم من تحت الارض بيجيبوهم. حاطين بساط، حاطين بساط وين مكان على التجمعات، اي واحد بيشوفوه سوري بس بورك بليز، بس بورك بليز. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يسلمك. مصيبة، قاعدين بيقطعوا ارزاق ناس. والله مشكلة. بنت هاي بنت سوريا بتقول لك كلكم يلا احنا ايه كلنا 46 واحد يا خي. هلا بتعمل لك طنجرة من هدول طنجرات تبعت صواني هدول تبعون تيفال. لا انو طنجرة يا مصيبة. طنجرة بتكفي ل 46 واحد، شو دين هاتو؟ طنجرة تبع واد شي غار. شي يعني الله يلعن شيطانك. هاي العوعه ودير بالك، والله اذا بتعزم بجيب لك اياه. اي عندنا كثير منه، عندنا كثير منه والله. انتم عندكم الكلاب الشارده بقصد روب الشوارع. كانوا عند هذا الجوامع، جامع ايا صوفيا وبصر ايش، نيجي نقعد على وين قدامك تطلع ما شاء الله. لقدامك لقدامك ما شاء الله طويله وسمبتيك. وين رحت يا زلمه؟ خليك عليها الله لا يبطل جدك. شكلك راح تجدد خلاص. والله خلاص خلاص ان شاء الله. شو رايك خلاص نجدد نجدد خلاص لما تجدد بعد جواز طلع قول لهم شوف بعد انتهاء السيزون. بعد انتهاء السيزون خلاص بنعلن زواجنا من الزوج الثانيه. نعلن زواجنا ببرج دبي. خلاص على برج خليفه اسم شو دبي هذا. شوف برج خليفه بدبي. برج خليفه برج خليفه هذا في صاحب لي. كل ما اشوف واحده مذيعه ولا بصر ايش بكون قاعد بكون قاعد معه بقول لي يلا رائد على سنه الله ورسوله. شو رايك؟ خلص شو رايك عن جد والله. شو رايك وش خلص بعد ما كل تركيا عنصريه قاطعوها تجاره وسياحه وسفر كلامه احمد. احمد حسونه ابو اياد يا زلمه حرام عليك بتقطع رزاقنا هيك انت. هذا شغال تركيا مش كلها يا زلمه معلم. مش كلها مش كلها مش كلها. لا مش كلها والله. عندك الانيا وانطاليا بجننوا بس هم للاسف سياستهم تعبانه صراحه. تركيا طلع خلينا نرد عليه بس. تركيا عباره عن 80 ولايه يا حبيبي. 80 يعني 80 مدينه من ضمنها اسطنبول طرابزون الانيا انطاليا شو بدي اعدل لك؟ بدي اعدل لك اياهم كلهم والله. لا لا حتى بدش بتكون طبخه خالصه في سامسونج. كمل العد بتكون الطبخه راحه بتكون الطبخه طارت. سياسه مين التعبانه؟ بقول لك سياسه مين التعبانه. هلا بدنا ندخل بالمواضيع السياسيه وحدا يقعد يسجل لنا فيديوهات. احنا لا بدنا السياسه. احنا بدنا خلاص احنا جماعه تبون سياحه بدناش نحكي بالسياسه. احنا بنشتغل خدمه للسياحه خدمه السياح. أيوة. العرب خلاص بنوديهم على وين ما بدهم. اللي نضلنا نشرح بدهم يعني يروحوا يجوا بدهم يروحوا على السويد موجود، بدهم يروحوا على تركيا موجود. هاي احنا ندخل بالسياسه والله قطع رزاق. هاي صحيح ياما هاي قامت ثورات وقصص ودنيا ما طلع بايدهم شيء. خلاص ادعوا رب العالمين الفرج من عند رب العالمين. هسه بدهم ايانا نحكي كل شيء بالتفصيل وبالاخير اعمل لك لقاء طلع اعمل لقاء مع عامل النظافه اللي عندك هذا اللي مركت عنه. وين راح؟ هذا قاعد على الكرسي يا زلمه راح عليك يا زلمه. هذا من بدناش نحكي لك. هذا من هذول الناس اللي بحكوا عنهم بدناش نحكي الهومليس يعني باختصار زي المشردين وما مشردين واللي هذول اللي بيضلهم يشربوا مشروب وحياتهم بالله عليك افلاس للاسف اكثرهم من هاي النوعيات للاسف تبعون جماعه المشروب وجماعه اليا نصيب. هذول جماعه اليا نصيب بيظل اول مره بيربح بعدين بتبلش الخوازيق تنزل عليه من تحت الارض ومن فوق الارض. لما يخسر هذا حاله طلع لما أيوة. يخسر هذا حاله هون طلع شو بصير بحاله. ايوه بصير يشرب مشروب وبصير عايش على القدوات بصير مضيها طلع بصير مضيها شحاده بشحاده حياته. ما هي هيك للاسف لانه هو اغلبهم يعني بتلاقيه طبعا كل واحد قصة يعني ممكن يكون العيلة مدمرة الأسرة الأبو مطلق الإلم الولد تربى بأماكن كويس يعني كل واحد له قصة ما بتقدر تعمم يعني ممكن يكون هو نتيجة ظروف صعبة بالحياة وأخذ ردة فعل سلبية. في ناس بأخذوا ردة فعل إيجابية يقول لك أبوي أمي فاشلين لا فشر والله بكرة لأعمل طبخة أوزي عالمية وأطعم الشباب كلهم. كلامك صحيح والله. شو اليوم تغديت؟
ولا بعدك ريحه الاوزي؟ والله هي شغلات. لا والله حواضر حواضر. يعني قليت بندوره، قليت بتنجان، قليت الله بتعرف ازكى شيء. قال ازكى شيء معلم، ازكى شيء قليت البندوره عندي. اوه قليت البندوره عالميه فخام. قليت بندوره مع خبز طابون، تنسى حالك يا زلمه، تنسى الدنيا يا زلمه. اه والله. هلا انت طيب تروحون في المدينه ولا على الجبل؟ انا هسه حاليا في الأزنجل. وين أزنجول؟ بالأزنجل قريب. اه عند الاكواخ. طب متى راح تفتح لنا كاميرا؟ على العيد الكبير؟ لا والله معي، طلع معي زباين بس خلص يعني هسه مسكت معاك. هسه معي زباين والله. طب شوف يا العروس هي السعوديين قاعد مع عريس راحت عليك. خلاص يلا. زيتون ما شاء الله. ايش تاكسي هلا كلهم بس تيجي تتجوز؟ شوف علي راح تصير تشوف كل النسوان حوامل، او تشوف كل النسوان خطبين زي اللي بتصير. بس يشتري سياره حمراء يصير يشوف، او بكون بده لون معين يصير يشوف. معلم مليان. ايه احمد حسونه؟ ايش كاتب احمد حسونه ابو اياد؟ طربزون. ايش طربزون؟ ما فهمت عليك. جماعتنا بطربزون ربع السؤال بالتقسيط. جماعتنا عايشين يعني لا معلم، ابو اياد بيقول لك طرابزون، مش عارف شو بده من طرابزون. شو قول لي بس دومر دلل بس. يمكن بده أزنقول، حول له أزنقول لعنده. يا ريت. بتعرف لو بحيره الأزنجل تتحول للاردن او فلسطين يا حبيبي يا زلمه. حكايه 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 لحالها. انا خايف تصير زي وادي الزرقاء من كثر ما يروح عليها. طلع لا والله، اذا راحت، اذا بحيره أزنجل وصلت الاردن نعم. بصير زي سقف السيل، بصير زي البتراء، بصير حجارة بدون مي. لا لا خليها محلة يا زلمة، خليها محلة. الله يبارك. لا يا زلمة حرام. طلع طلع إذا أخذوها الأردن تحولت سقف السيل. الله أعلم، ممكن الوضع هسه شوي صار يتحسن سياحيا. هذا بقول لك واحد بحكي لصاحبه. لا لا بالأردن، بالأردن ضعيفة، ضعيف ضعيف بالأردن. السياحة بالأردن ضعيفة، وحتى مكاتب السياحة بالأردن واقعين مش تعون شغل. والله هم شغالين على الأجانب مش على الأردنيين. بيني وبينك يعني أنا شفتهم، أنا أخوي شغال بالسياحة، معتمدين على اللي شغال اللي شغال زي البطرة، زي البطرة شغالين. أيوة على الأجانب هذول محترمين. صح. طيب. أيوة شغالين. تشتغل على الأردن، تشتغل على العرب وعلى الأردنيين انسى الموضوع. قليل قليل اللي يعني اللي بيشتغل على الأردنيين انسى. هذا طلع هذا بيكون شارك الشاشة. طيب الكشاشة الإلكترونية بيعملوا له. طلع بعد خلص الجولة بيعملوا له منسف ويقولوا له هذا حسابك. أزنجل الأكواخ الخشبية حلوة. والله بتجنن يا أبو إياد. والله حلوة بس غالية شوي. مش يعني مش زي الفنادق، مش رخيصة. شو اسعار الفنادق يعني هسه انت اللي بتاجرها ولا انت هسه مش عندك باكيت يعني هسه الكوخ، الكوخ على الليله، الكوخ اذا بدك بدك بالأزنجل على الاكواخ الليله $100 تقريبا. الليله الليله $100. طب يعني كم 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 سرير الكوخ يعني؟ انت ما دخلت كواخ؟ ما جربت الكواخ؟ دخلت في، دخلت في رومانيا، دخلت في دول تانية. ما حسب ما كل كوخ له طيب. يعني في كوخ بيكون مثلا اكثر من غرفه، في كوخ غرفه واحده حسب انت شو اللي بتستاجر. برشوره يعني اكواخ، اكواخ يعني بتكون محدوده يعني مساحتها تقريبا 60 70 متر. يعني فش يا دوب اثنين الثالث يكون محهم طفل. بس محدوده يعني يا دوب. حلو حلو. بس انت في اكبر في يعني تعمل باكيتات للاردن 300 ليره. طرابزون لا فيش 300 فتره هاي. لا فيش طرابزون. اقل شيء، اقل شيء طرابزون، اقل شيء يعني انا وكيل 10 مكاتب في الاردن، 10 مكاتب سياحه مرخصه بالاردن. انا اقل شيء 400 ليره 399. يعني اغلى من اسطنبول. هي اغلى صح؟ طرابزون اغلى، معروف انها اغلى، معروفه. نعم. اسطنبول رخيص يا زلمه. اسطنبول ب 99 ليره هسه بحجز لك تكت، ابعث لي صوره جوازك هلا بصدر لك تذكره ب 99 ليره. ما شاء الله رخيصه يا زلمه الطيران على اسطنبول. لان في هاي في طيران اقتصادي اسمه فلاي جوردن 99 ليره. وبتاخذ معك علبه شاني
عشان اذا عطشت تقول لهم وقف الطيارة طلع. بدي اشرب شاني. لا علبة شاني، علبة شاني طلع، خذ علبة شاني وربطة خبز واربع علب تونة خلص، وكل بالطيارة وتغدى. ابدا طلع، خذ معك علب تونة، خذ معك علب تونة مدة الإقامة بتقعد فيها. خذ خذ، روح عند ابو سعيد اشتري حمص وفول، خذ معك. منور والله، والله منور. بين بين الشيخ، بين العقيد. مع المي، انا بحب ابين مع المي، هاي الشمسات طالعين اليوم زين عن جد. عمي انت، انت ابو المي انت. خلاص بكره تجي عندك قريب قريب، ادعي لي اجيك ولا تجي لي. تعال تعالك اقامتك عندنا، اقامتك مجانيه انت خاص. لا يا الله يسعدك، بنزلك بنص، طلع بنزلك بنص الميدان والله على راسي. شفت رحلتنا، رحنا على الميدان على بحر البلطيق انا والدكتور، شفتني انا ولا نزلت كم من فيديو شفتهم مع الدكتور بسام والدوام. تبعت والله، تبعت انتبهت لهم. تبعت والله، هذول اصدقائي حبابين، ممكن نجينا مره انا والدكتور هيك عندك ونعمل جوله ونشوف حجزت. استنى في تعليق، استنى، حجزت تذكره طياره 8000 كرون لاسطنبول. حد طلع كيف كاتب اسطنبول يا زلمه؟ والله لو اردوغان شافك يا زلمه والله غير عمل لك، عمل لك بلوك يا زلمه. خلص هاي هي شو اسمه، ما حسب ما بلفظها كل واحد هو اللي لفظها هيك. لا اسطنبول طالع من ثمه زي العسل يا زلمه. هاي بقول لك روح على جورجيا، بدي يخرب عليك هذا الشاب يا عمي، لا تخربوا عليه، خليه يشتغل، حرام عليك. جورجيا حلوه واذربيجان. لا عادي، تعال على جورجيا، تعال على جورجيا، عندي مكتب في باتومي يا حبيب، عندي مكتب في باتومي. جورجيا باتومي من منطقتي برضو، جنبه جيران. هاي نحن عند البرلمان، حابين تحكوا كلمه للبرلمان السويدي؟ هنا جنب البرلمان. ورينا 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 البرلمان وينه، وينه ورينا وين هو برلمان ولا وين نواب وين نواب السويد؟ موجودين سافروا، شو بعرفني. هاي النواب، هاي النواب قدامك والله مرتبين يا زلمه، تجنن صح والله، عسل زي العسل. ها تصور الشعب هذا موجود بالاردن واهل الاردن في السويد يا حبيبي، غير يصير انقلاب يا زلمه. انت اخريتك في المطار راح يوقفوك، راح اقول لك شو قصدك، قول لهم والله انا قصدي شريف بس بس والله. الوضع مو طبيعي، مش في ايدي، قول لهم مش انا البحثي بالاردن، انا فاتح موبايلين. طلع في موبايل بيتاجر اهل الاردن، اهل الاردن معلم، اهل الاردن لو واحد لبس شورت، لو واحد لبس شورت ونزل على الساحل الهاشميه بقول لك انت معتقل. انت مطلوب. لا والله تغير الوضع هسه، عمان صار فيها شغلات حركات وكافتيريات، الياباني الكوري. والله نزلت اخر نزله، صار اطلع مع مثلا مع دار اختي، دار اخواني، قول لي خالو احمد حسون، احمد حسون، احمد حسون ابو اياد، احمد حسون ابو اياد، تواصل معي خاص، واذا بدك عروض لباتومي ثمان اي ثمان ايام سبع ليالي بعطيك. اضايق شيء يطلع، ما انت بدك تعرف من وين بده يطلع لا يروح يفكر حاله بدي بطلعك بطلعك بطلعك. في في فلاي جوردن في كل سبت واربعاء، في الاردنيه كل كل جمعه، ممكن يكون موجود بالسويد ما بتعرف، اساله وين موجود. بطلعك يا بطلعك، مليون طيران عندي، بحجز لك على ماديوس دولي. ايوه هيك بدي اياك عقيد، تبعت لي طياره من الماركه، من طيارات شو اسمه. انت قل لي بس، قل لي شو المطار اقرب مطار عليك، ببعت لك تيكت سعر عمر عمرك بحياتك ما اخذته. ها شايفين العقيد، هاي بنحكي لكم نجيب لكم اشخاص يعني متميزين ولا شو طلع. احنا وصلنا وصلنا لمرحله خلاص يعني لازم نخدم الناس برضو والله راس. هاي هون وصلنا عند القصر الملكي الرويال بالاس، وهي النهر اللي هذا اللي هذا زي الديوان الملكي، هذا زي الديوان الملكي في الاردن صح، هذا الرويال بالاس. أيوة. حلو والله. والله هاي هون. طب شو هالسك، هاي البلديه مصور والله قاعدين فجيك البلديه، هاي بلديه ستوكهولم هناك بالزاويه بالنص، شايفها بالنص، هاي عمرها 100 سنه. لا هاي عليها علم صح، هاي 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 بلديه ستوكهولم. اذا عندك فاتوره مي كهرباء خلينا نعمل، خلينا نعملها سكرين. استنى شوي، استنى هاي بدي اضبط لك اياها بالنص. هاي بلديه ستوكهولم طبعا، من هناك بتجنن المنظر فيها. طلع بدي اعملها سكرين، بدي ابعت استنى بدي اعملها سكرين وابعتها لامانه عمان،
بس لا تكترش السكر مع السكرين. فهمت عليك انا عن جد عقيد. خلاص سكرت سكرين سكرات. انا سلخت هاي كمان سكر. هاي البرلمان السويدي هذا شايف، هاي ظهر البرلمان يعني هلا قاعدين النواب اذا بكون بكون ظاهرهم لهون معلم. طلع البرلمان السويدي طلع شو شعارهم اسد يا زلمه، اسود اسود اسد اه كلهم اسود الميدان. كل الحكام اسود ما شاء الله عليهم ما شاء الله كلهم اسود والشعور ماكله. بعدين الحلو بالموضوع انه نواب البرلمان في السويد شو طلع البسكليتات يا زلمه، بيطلعوا بسكليتات بيستحوش. عندنا بالاردن اعطيه بسكليت بيقول لك انا اركب بسكليت إيه؟ انا بدي مرسيدس. صحيح هسه تجيب تشوف هذا. في واحد عندنا مش عارف من عائلة العبادي عامل فيديو رهيب على موضوع العزايم وعلى موضوع في واحد تاني كمان عامل موضوع البسكليتات. يعني بقول لك بتكون الواحد بتكون الواحد يا دوب يعني فيش هالجمال وفيش هالإشي، بتقول لك بركبش إلا سيارة. بقول لك بتيجي على أوروبا بتكون الواحد بتضوي زي القمر وراكب بسكليت وعادي. سنة في بنت سورية ممكن يحجز على السعودية؟ إيش هاي؟ وضح السؤال بالله. بنت سورية ممكن نحجز على السعودية؟ مش فاهم أنا عن جد مش فاهمها. لا تضيعونا يا إيش يعني ممكن يحجز على السعودية؟ بدك تطلعوا من السعودية على السويد ولا من السويد للسعودية؟ مش فاهم أنا. أحلى ديانة، أهلا وسهلا بديانة، نورت نورت البث. خلاص أنت الأول ما تفتح بث لازم يكون كل المتابعات عندك. خلاص ما عليك، بس انا بس طلع بس اوصل هاي بوعدك، بس اوصل الالف هاي راح ابلش. يا جماعه الخير ادعموا له، ممكن يطلعنا رحله مجانيه على اسطنبول، قصدي على هاي طرابزون، نروح نعملكم فيديوهات من هناك من طرابزون من زنجول. وصلوا للالف عشان نعملكم بث مباشر هناك، نكون قبال بعض. هلا طلع بنت سورية بتقول لك اريد سعر تذكره. سعر تذكره من وين لوين بدك؟ من انت من اي مطار راح تطلعي؟ من اين لك هذا؟ ايش هذه يا زلمه؟ هذا فتح. لا والله ما طلعت على المطعم، انا طلعت على جنب المطعم في جيران. والله انت لازم لما ودوك على فحص النظر يحطوا لك بنتين هناك، بصير نظرك قوي 6 على 6. والله ارزاق يا عم، والله ارزاق. طلع العايش باوروبا غير ما عايش في الاردن، مصيبه الاردن. فاصل ثم نواصل. فاصل انا بلغت. فاصل ثم نواصل. اتصال هي جايب لك البرتقال. توقعت جانا اتصال والله. هلا كمان شوي بتتصل المدام ممكن. بدك برتقال؟ والله البرتقال هون رهيب. ولك شو هذا المحل هذا؟ هذا كله برتقال. كاسة البرتقال 60 70 قرون، يعني 6 دولار تقريبا. والله حلو. ندخلك عليه. هاي شايف البرتقال؟ ادخل. وبقول عنده بلاوي زي ابو صالح في الاردن هذا. هذا هون شوف القعدة كله، اعطي لك خرفان. هاي رمان ما شاء الله. طلع قديش عنده بضاعة، دليل انه بيشتغل. طلع هذا لا هذا قوي مبين عليه. هذا يوم السبت احد يا معلم، فل وقعدته حلوة بقملستان. احنا بالبلد القديمة هسه، شايف القعدة كيف على الطبيعي بقعد وبش ما طلع هذا. طلع لك على بسلخ هذا فجيك. هاي الماكينة تبعت هذا تبعت البرتقال. جيب لك ماكينة عندك بطرابزون وشغلها، حطها باب المكتب. هاي قوية هاي. يعني اجيبها للزباين قصدك؟ ها ايوه. سواح قول له ما في، قبل ما تبلش الجولة لازم تشرب لك كاسة عصير. هاي للرمان، شوف هاي للرمان. هاي رمان والله حلوة. والله حلو. هاي شايفها؟ هاي اسم الشركة زوم ميكس. اشتري لك واحدة البندورة هاي شنا لقيت. والله انا اصورها، استنى بدي اصورها. اوتي فيم ها يا كوماري هوغ انجونج يا فروغا دي فار 60 من في سمو وخسر. سمو يعني. قل له ضيفه، خليه ضيفك كاسه. اوكي انا اصور له بوتل كاسه. يا لازم ضيفك يا جماعه. هاي ب 85.
حقه الصغيره حقه 65 هاي مع بيض بعد زي ابو الفرجين بعد ما تخلص عشان الرياضه عشان تصير كمال اجسام بس تخلص بيض برتقال 85 كرون الكبيره والصغيره ب 65 بيض انت قصدك بيض طلع بيض برتقال كان يدرب رياضه كمال اجسام ما شفته كان يشرب برتقال ويشرب حليب وبعدين ياكل بيض شفته حضرته سنة بدي اصور المطعم يبعد شوي بدي اصور المطعم بالله بدي اصور طيب يلا اصور المطعم ولا قاعدين لا بالمطعم خليه لا الكل بدي اجيب صوره يبعد يبعد شوي خلي الصوره تطلع هيك بنيه اه حلوه هيك هسه بنزلها على الفيسبوك ما عليك يلا خلاص ان شاء الله بنشوف لنا اجازه صح لنا اجازه بعدين بنيجي عندك على رمزون صار بدي اصور الشارع مع العلم استنى بدي اصور الشارع مع العلم ما العلم خلي العلم يبين هذا العلم تبع المثليين وراه دير بالك بعدين بيمسكوك لا تراك بعدين بيطقوك قصدي بيفهموك غلط اذا نزلت الصوره لا يا زلمه انسى الاتراك مسخمين يا زماكني طلع الاتراك الفقر اللي هم فيه ما في حدا فيه فقره يا زلمه ما كلينا هو اللي عندنا واسع يعني المسلسلات كلها اكثرها خرط بخرط بيجيبوا لك واحد مليونير كلها عريطة كلها عرض وبعرض والله بعرض واكثر هذا كله مليونير. طلع كله يحيى ولميس ومش عارف مين هذا حكي فاضي يا زلمه انت ما بتطعميش خبز اه والله سنوات الضياع وسنوات اللي بصر ايش سنوات الضياع ولميس ومش عارف ايش هذا كله دبلجات وجهوها للعرب رسائل للعرب بيضحكوا علينا دولة علمانية يا زلمه قاعدين بيطوروا بمخ العرب قاعدين بدهم يقلدوا اوروبا بدهم يقلدوا اوروبا باي طريقه اه طلع هاي الماشي قدامك والله العظيم ان اناقه في اللبس يا زلمه طلع ما شاء الله طلع هاي الوقف ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله اللهم زيد وبارك اللهم زيد وبارك عشان الشوكولاته عشان تحلي بعد المناظر قديش الحلب قديش الحلب بالله السكري بعدين ينزل عندك قديش الحلب بالله ببيعه؟ قديش الحلب عندك؟ كم كرون؟ شو هو؟ الحلو؟ كم الحلب؟ الحلب الحلب الحلبي شو حلب؟ هذا حلب اه هذا حلب هذا بسموه شروس 60 65 يمكن والله هذا محل راقي طلع هون فرجيك اياه حقه 89 قطانية 89 بس أربع حبات صغير حبة يعني الحلب يعني 8 دولار يا معلم 8 دولار والله يا عمي الدخل بيفرق مع الدولة أفرجيك شوي طلع لو انه طلع لو تركي تقول له 8 دولار لو التركي تقول له 8 دولار بلطم سخسخ والله ما اطلاق بلطم مسخمين يا زلمة ماكين هوا يا زلمة يعني كلها يا الله هذا الكافتيريا كمان راقي جدا هاي راقي جدا حلو هذه شو سعره هون هلا يمكن هون سعره شرس بسموه تشرس ها تشرس شرس هاي عصير شوكولاته مع شوكولاته هاي شوكولاته والله حلو مشروع ناجح والله لو ينفتح بالاردن حلبي مع شوكولاته والله حلو مع كاسه شاي سعر السعاده عند ابو جيه والله مشروع ناجح مشروع ناجح في الاردن طلع من الافكار بناخذها من اوروبا بنفتحها بالاردن شكتها هون ممكن كوستا شروز وطنيه ناس نهار سما بريس ادي سما استلع سما هلا بنت سوريا بنت سوريا كم بتكلف طلعي انا ما فهمت عليك شو كتبت لك كنت اركز اوكي بس يستاك حق نفس السعر هذول نفس صاحب المحل فاتح المحل هذاك الثاني شكله وفت معه بنت سوريا تواصلي خاص تواصل خاص راح ارسل لك رقم الواتساب وتبعتي لي شو طلبك بالضبط من اي مطار من وين بدك تسافري لوين انا بعطيك سعر عن طريق الاماديوس عن طريق الاياتا بعطيك سعر حلو
هاي الأزقة، نفرجيكم الأزقة أخواني، اعملوا إضافة إذا يعني مهتمين بمواضيع السفر والسياحة وتذاكر أي الطيران. واحد، أي واحد بيهمه تذاكر سفر بأقل أقل سعر مش راح نقصر معكم طبعا، على اياتا وعلى اماديوس وعلى جاليليو. طب كيف الدفع؟ يعني هلا هم مثلا بس تصدر التذكرة ولا كيف الطريقة ولا كيف لأنه أنت عايش بتركيا كيف يدفعوا لك؟ هسه اللي يكون لهم مندوبين في تركيا لهم من حدا شيء، يعني مثلا اجى واحد احنا بتركيا احنا عندنا طلع بتركيا كشر، احنا بتركيا عندنا حسابات في اكثر من بنك، عندنا بنك زراعات، عندنا في القطري الوطني، بنك القطري بقدر في اكثر من بنك يعني في عن طريق الايبان. ايوه فهمت عليك، او عن طريق البي بال بزبط ايش مثلا اذا بدي ادفع حدا عن طريق بي بال، او البي بال بزبط بزبط. اذا كنت في الاردن عن طريق المحافظ الالكترونيه موجود، عن طريق المحافظ، عن طريق المحافظ في الاردن اذا انت بالاردن، عن طريق محافظ الزرقاء لا لا المحافظ الالكترونيه يا زلمه، محافظ الزرقاء قويه والله جد قويه طلع عن طريق عن محافظ العاصمه اقوى. طيب ادوار الداخليه، ادوار الداخليه عند ملعب شو اسمه، عند المدينه الرياضيه. اسمع معي وثيقه سفر بقدر اسافر على لبنان. من وين انت يا معتصم بالله؟ هذا المعتصم وين؟ بستوكهولم بالسويد؟ والله ما بعرف، يا ريت كل واحد يكتب شو بعرفنا، بدي اعرف كل واحد في منهم بتلاقيه اول مره بدخل على البث. هاي اجى العقيد ضابط البحر. ايمن يا اخي بشعاتي يا زلمه. معلم بشعات سويديات، السويديات بشعات، هذول سويديات يا رجال، هذول جنسيات ولا واحد منهم، هذول حوالي سويديه، هذول تلاقي يمكن اللي ايراني واللي هندي واللي عربي واللي تركي. خلنا ناخذك على الساحه، خلنا ناخذك على ساحه التوريت هاي اللي هون، نفرجيك متحف نوبل ونروح. والله معلم انت بتعرف انت صاير معلم في بالازقه. انا اذا جيت عندك على طرمزون راح احطك على جنبي، راح اصير الفلف واصور، راح تقول لي رائد انت اكتشفت لي اماكن جديده. والله انا في اشخاص هون عايشين لا لا بس من سنه طلع طرابزون، طرابزون مش راح تقدر علي، طرابزون حافظها شارع شارع بيت بيت زقه زقه. طب خلص انت والله حافظها اخر نقطه وتقول لي يلا انطلق وبنتلاقى، وبعدين اللي بيفوز لا طرابزون حافظها الاوزي. لا في اسكى من الاوزي، في شغلات زاكيه في الميدان، لو جيت على الميدان عندنا في شغلات. يعني تحضر مسلسل تركي بقول لك شوربه شوربه، شو عايشين على الشوربات شكلهم. هلا تطلع الاتراك معروفين باكثر شيء بيحبوا العدس وبيحبوا الشاي من الاخر، لانهم فقراء. والله العظيم هذا التلفزيون كله بضحك على العالم طلع يوم فرجه معروف. جاي تقول لي لميس وسنوات الضياع ويحيى، لحسوا مخ الناس بيحيى صح ولا لا؟ عشان هيك هم بيكرهوا السواح، يعني بتلاقيهم لانه شايفين السائح قاعد بيصرف ال 200 باليوم. لا بنحرقوا طلع، هم محصرين. يعني مثلا انت بتاكل بمطعم، تدخل مطاعم زي ما بدك بتركيا بتاكل رخيص المطاعم، بس بالنسبه للتركي غاليه. طبعا لما ياخذ 300 دولار بالشهر يعني قد ايه رواتبهم؟ يعني الموظف التركي، الموظف التركي اللي في المطعم لما يجي يخدم يخدم عليك من جوا بكون زي الحصر عليه. صحيح انا بعرف يعني نفسياتهم بعرفها.